أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شخص أذهب إلى البر في يوم الخميس والجمعة ويبعد كثيرا عن المدن، السؤال: هل أقصر صلاة الجمعة مع صلاة العصر أم أصليها رباعية؟ أولا، كونك تعتاد الخروج يوم الجمعة، كل جمعة تخرج للنزهة، هذا غير مستحسن، هذا غير مستحسن، لأنك تحرم نفسك من فضل الجمعة ويوم الجمعة وحضور صلاة الجمعة. أما أنك تخرج بعض الجمع فلا بأس، أما المداومة على ذلك فهذا غير مستحسن منك، وهذا فيه حرمان من الفضل. أما إذا كنت تخرج لمهمة، تخرج لمهمة ما هو للنزهة، كل جمعة، فإنك ليس عليك جمعة ما دمت إنك في بر أو في مكان لا تقام فيه الجمعة، أليس عليك جمعة، عليك صلاة ظهر وتقصرها، تصلي الظهر قصرا وتجمع معها العصر، أما الجمعة فليس عليك جمعة، ولا تنويها جمعة، تنويها ظهرا تقصرها ركعتين. نعم، فإن نويتها جمعة لم تصح. نعم.